بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الليلة هذه باش نتكلموا على سي المصطفى المرزوقي. سي المصطفى المرزوقي كان رئيس سابق، كان رئيس سابق منتخب من مجلس الأمة، معناها إليتي باراشوتي. السيد هذا عمل برشا حاجات اللي خلت تونس تفقد الأمال تاعها، تقطع العلاقات مع سوريا، تقطع العلاقات مع مصر، بعثنا أولادنا للقتال في سوريا، خربنا البلاد السورية، خربنا برشا بلدان في العالم بالقنابل متاعنا المؤقدة اللي تسمي اللي نسميوها داعش. سي المصطفى المرزوقي توا الجمعة هذه آخر حاجة عملها، معناها الحاجة اللي عملها حاجة خايبة ياسر لتونس والشعب التونسي. السيد تعدى على الجزيرة، وقت تعدى على الجزيرة فهمتش ولا لا؟ قاعدين معناها يسروا فيه الصحفيين، منهم صحفي قالوا سيد الرئيس حكينا على النضال نتاعك. قالوا انا كنت في فرنسا وجيت لتونس، استقبلوني في المطار معناها وهزوني، فهمت ولا لا؟ وبعد قالوا اش قالك في الشعب التونسي؟ قالوا الشعب التونسي كذاب وسراق وخذيل. هذا إنسان رئيس سابق للدولة التونسية يقول الكلام هذا، يعني يقول الشعب التونسي سارق كذاب خذيل. شو هذا يا أخي؟ شكون يخلص فيك يا سيد؟ يخلصوا فيك مالا، معناها نحبوا نقولوا يخلصوا فيك السراق تاع تونس. تدي بيدك سارق مالا تسمى تقبل في السرقة، فهمت؟ 30 مليون وانت قاعد، فهمت ولا لا؟ على كرسي، فهمت ولا لا؟ في سوسة، فهمت ولا لا؟ عملت لنا العار يا سيد، عملت لنا العار، مشيت للأفريق، فهمت ولا لا؟ في مؤتمر نتاع أفريقيا، فهمت؟ حطوك التالي. علاش حطوك التالي؟ خاطر ما عندكش الكاريزما تاع بريزيدون، فهمت؟ خمم مليح ساعة قبل، أخذ وقت واحد باش يعملوا باغ إكزومبل مناظرات، فهمت؟ في تونس باش ياخذوا ديستيوا، يبعثوا التصاور نتاعهم يشوفوهم ساعة مقبولين، شبان ضاب بالكرافات بالكشوة، يضحكوا يعرفوا يتكلموا الانجليزي، فهمت ولا لا؟ انت ما عندك حتى شيء يا سيد، انت عمرك كنت رئيس، فهمت؟ انت ربي خلق منك البشاعة الخايبة، فهمت؟ الله غالب، ربي خلق في الدنيا طبقات، خلق البيض، خلق الأسفل، خلق السينيين، خلق انت خلقك معوج، منظرك خايب، فهمت ولا لا؟ ما فطنتش على روحك، فطنت على روحك ولا في القصر اش عملت؟ تبدا تعيط في الليل، هزوني ناكل صحف على بلابي في المرسى، هزوني ناكل صحف على بلابي في المرسى، تبدا تعيط والحرس الجمهوري شادك، وانت نهار كله تسكران في القصر، فهمت ولا لا؟ وتوصل تسب الشعب التونسي، انت تونسي، فهمت؟ انت حقك المشرقة مش تونسي انت يا سيد، كيفاش تسب الشعب التونسي اللي خلص فيك 30 مليون في الشهر؟ 30 مليون في الشهر شكون باش ياخذهم؟ شكون ياخذهم الفلوس هذوما؟ فهمت ولا لا؟ عمرك ما كنت رئيس راهو يا سيد، فهمت؟ الرئيس الخشين ياسر اللي كان في تونس، اول رئيس هو رئيس الحبيب بورقيبة، فهمت؟ اكبر رئيس وشاب رئيس مع كندي، هذوما الزوز اللي كانوا شبان. وبعد سي باجي قايد السبسي، فهمت؟ سي باجي قايد السبسي، فهمت ولا لا؟ شفت الوالا، شفتوا في 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 روما في ايطاليا كيفاش استقبل الحار، استقبلوه. هذاك هو وجه تونس، هذاك هو وجه تونس، مش قشبيه وعينيك خارجين وشعرك واقف، فهمت ولا لا؟ كيما شرلو، فهمت ولا لا؟ فهمت؟ وانت تنتقد. وبن عنيف ذا زاد عنده كاريزم، فهمت؟ وعنده وهره نتاع بريزيدون، مش عندنا فيه احنا ما نقولوش مش سرق وعمل حاجات خايبه، داكور،
هما عنده الشجاعة وفهمت وعنده الكاريزما تاع دا بريزيدون. اول واحد اللي ما عندوش كاريزما في البريزيدونس هو انت يا سيد، هو انت اللي عملت لنا العار، عملت لنا العار وعملت لنا مشاكل مع البلدان العربية كلها والإفريقية، فهمت شو ولا لا؟ في خروعك شوية، في خروعك شوية وتسب في التوانسة الكل، فهمت شو ولا كنت متوزي، فهمت؟ مضمض يا سيد راك، ما عادش ترجع راهو للحكم، حتى الشعب ما انتخبكش يا سيد راهو، الشعب رمو ما انتخبك، أنت انتخبتك النهضة في البرلمان حطوك، فهمت شو ولا سخفوا عليك، فهمت شو ولا وليت الطالب وتتكلم، فهمت؟ وحقوقي، فهمت شو ولا لا؟ ما فهمتش أنا. اما تعدى اما بسيكياتر كان اصلك طبيب كمسيكياتر معناه بسيكياتر مهبول ما ثماش حاجه اخرى من شنو بسيكولوج مش بسيكولوج فهمت ولا دافع على حقوق الانسان ما دافعش على حقوق الانسان يا سيدي كان تيجي دافع على حقوق الانسان ما تبعتش التوانسه ما السوريا باش يقاتلوا فهمت ما تبعثهمش ما تبعوش باش يوليو داعش وماشي ليبيا وحل القصر نتاعك لشكون مو تفكرش روحك وقت الانتخابات عملت وقت قدمت روحك انتخابات ضد السيد الباجي قايد سبسي عملت سيدي مش الخروطون اللي لميتهم معاك فهمت مش مع درادس اللي لميتهم معاك فهمت هذا من كل ما تفكرتهمش مش تفكر كان في الفساد فهمت شو ولا اللي يصفقوا عليك فهمت وتحب تحرق تونس فهمت خاطر ما نجحتش في الانتخابات وتحب تبلبس فهمت شو ولا كما ثم جاتك ضغوطات من ضغوطات من 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 فرنسا ومن الاوروب ولا راك ما خرجتش يا سيد من الحكم تحب تقعد تحكم بالسيف فهمت شو ولا هذاك ما عجبكش وهذا ما عجبكش تعلم الديمقراطيه تعلم الديمقراطيه فهمت وزم رئيس دوله يسكر فمه فهمت مش تبعت البغدادي الليبيا باش يخبط الفلوس فهمت شو ولا فهمت على خاطر قطر فهمت تروح فوش ما عند قطر انت يا سيد انت تخدم كنت الشعب التونسي فهمت شو ولا فهمت انت حقو ينحيوا لك الجنسيه نتاعك التونسيه وما عادش عندك حق تقدم روحك للانتخابات ما عادش عندك حق وينحيوا لك 30 مليون هذوما انا طالب البرلمان في تونس فهمت شو ولا لا باش يجتمع فهمت ولا وشوف القضيه هذه وعلى الكلام نتاعك كونتر التوانسه وحده يا خويا احنا سرق يا خويا احنا مش متثقفين يا خويا احنا بينا وعلينا احنا مش صفقوا لكش لك انت فهمت ولا يا سيدي ما عادش نحبوا نخلصوك يا سيدي تكلفنا غاليه انت تسب فينا واحنا نخلصوا فيك يا خويا احنا ما ساعدناش نخلصوك فهمت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.